بس كده يبقى رجعنا الجينو كله، صح ولا لا؟ مش سايبالكوا حته، حتى الفتافيت قايلينها. ده هي فاريابلس وسيمتريكال والكيدز. ده الكيد اهو عنده اكسيوزس، عنده ديفرس، عنده كيراتايتس. مين دي ومين دي؟ اسمها ايه؟ ارجوكوا ردوا عليا، انتوا معايا ولا ما دخلتوش؟ دي الاكسيوز لينير سيركمفلكس. ايوه اكسيوز لينير سيركمفلكس بتاع مين؟ نيثرتون سندروم. ده اهم من سندروم تحفظوه. نيثرتون سندروم بيبقى معايا كمان في الشعر. اتوبك ديرماتايتس وترايكوريكسس انفاجيناتا. برافو. طب هو ده عنده نقص انهي انزايم؟ سبينك 5 اللي هو بتاع السيرين بروتيز انهبيتور ناقص، فبيحصل السيرين بروتيز بيتجنن، فبيحصل ديسكوميشن جامد في الجلد، فده اللي بيعمل له ايه؟ اللوس اوف ابيديرمال بارير، فيحصل له اتوبيك ديرماتايتس. طيب كاركترستيك كير ابنوماتي قلنا تراكوريكسيس انفاجينات، كاركترستيك سكيلينج اكسيوزيس لينير سيركمفلكس. ايه الاسوشيشنز معاه؟ ما هو الاتوبيك ديرماتايتس تمام، وايه كمان؟ ممكن الكونجنتال اسوشيتد ود اوتو اميون ديفيشنسي، اميون قصدي ود اميون ديفيشنسي، وفي عنده هايبر اميونوجلوبين اي. ماشي. ساعات بيبقى عنده انتروباسي ومال ابسورشن، عشان كده بيبقى عنده ستاندرد جراف. ماشي. اسوشيتد اهم اسوشيشن هو الاتوبيك درماتايتس، وهي نفس تقريبا بتشترك معاها في الباثوجينيسيس بتاعت سبينك 5، انما الاتوبيك زايد عليها ان بيبقى عنده ايمونولوجيكال وبيبقى عنده نقص الفلاج. اوعى توقع على ال لا لا استني. نيونيتال جنرال ميجر سكين كير واسيترتين في هارلكين بيبي فروم داي 1 لايف سيفنج تشايلد وادلت 3 في 2. يعني ايه 3 في 2؟ يعني كيراتوليتيك ومويسترايزر وتوبيكال، ومعاه اثنين سيستميك. سيستميك ايه؟ يا اما ريتينويد. اسيترتين. نعم الاسيترتين مهم جدا، او الايه الريتينويك اسيد ميتابوليزم بلوكينج ايج اسمه لاير وزول. ده ما نزلش في مصر، هل هو موجود عندكم في العمان او في السعوديه لاير وزول ده يا دكاتره؟ انا مش عارف يا دكتور. متوقع اللايروزول ده حاجه بتنهبت ان الريتينويك اسيد اللي في جسمنا يتكسر، فكانك او كانك بتحافظ على الريتينويك اسيد، فده ملوش بقى طبعا افكت على الليفر زي الاسيترتين. ماشي. فده جديد اسمه لايروزول. يبقى 3 في 2 حاجات التوبيكال والمويسترايزر والكيراتوليتيك، وحاجات السيستميك يا تدي له اسيترتين يا تدي له لايروزول. دي حاله ايه شكلها؟ دارير لان عنده جريز سكيل اوفر ذا فيس والتشست. المذر عندها نفس الحكايه والسيستر والبرادر. يبقى ده حاله إيه؟ ايوه. يبقى هو الانهيرتنس بتاعتها ايه؟ اوتوزومال ايه؟ دومينانت. تمام. في ساعات مش بتبقى واخده كل الجسم، في ساعات بتبقى واخده بس ايه، سوري، في ساعات بتبقى واخده مثلا ورا الودان، زي الراجل ده عنده ورا ودنه بس. دي نتيجه ايه؟ هيسالك كده في الامتحان. مزايكيزم. ايوه هايلة. بوست زايجوتيك مزايكيزم، يعني حصل الميوتيشن بعد ما الزايجوت اتعملت. فالزايجوت وحصل بروليفريشن اتعملت الميريلا، اجزاء من السيلز دي اتاثرت وحصل لها ميوتيشن، واجزاء ثانيه ما حصلهاش. في تايوان تايب. نعم. في بوست زايجوتيك في تايوان تايب 2 بالنسبه للدارير. تمام. قولهم بقى. في النوع اللي هو اللي بيكون ماخذ الدرير كله ويجز جزء معين على سيجمنتال لحاله. ماشي. فاللي واخد السيجمنتال ده اسمه بوست زيجوتيك مزكز، ده المين تايب. انما اللي واخد كله ده حصل قبل الزيجو، يعني اصلا موجود في الايه الزيجوت، فاثر على الخلايا كلها فاثرت على الجسم كله زي الراجل ده. طيب الانهيرتنس قلنا اوتوزومال دوميننت جين ديفكت. ايوه اي بي سي اي تي بي. اي تي بي بقى المره دي. اي تي بي. اي بي سي خليها للاكسيوزس. ده خلينا اي تي بي. خلاص. ده اللي موجود فين؟ في الميتوكوندريا، في سوري في الجولجي ولا الاندوبلازم كريتيكولم؟
اندوبلازم ريتيكولوم. امال مين اللي موجود في الجولجي وتبقى سي؟ هيلي. تمام، برافو عليك. اذر كلينيكال، ان شاء الله من ناجحين يا اولاد. اذر كلينيكال فيتشرز والهيستولوجيكال فايندينج وتريتمنت. بصوا كده، هي الباثوجنومونيك هاند تشينجز اي بي سي 2 اي 2، انما الثانيه اي بي اي تي بي، سوري اي تي بي، اي تي بي 2 اي 2، انما الثاني اي تي بي 1 2 سي 1 2 سي 1، صح كده؟ اللي هي دي بتاعه الاندوبلازميك ريتيكولم، الثانيه بتاعه الايه الجولجي. انا هجيبها لكم في السلايد اللي جايه. باثوجنومونيك هاند تشينج اكروكراتوزيس فيروسيفور بانكتيت بالموبلانتر كراتوزا هايبر كراتوزيس خلاص، والنيل تشينجز لونجيتودينال باندز ريد وايت وانجلر نوتش وسبليتنج اوف ذا نيل وفراجيليتي وعنده سب انجل هايبر كراتوزيس. تمام، فده بصوا الايه السب انجل هايبر كراتوزيس واضحه ازاي، وعنده الفي في شيبد نوتش اهي خلاص، ده عنده الريد او البراون والوايت لاينز اهي، وده عنده الفي شيبد نوتش بتاعت الايه داريه. بصي كده، مين دي؟ ايه الخلايا دي اسمها ايه؟ كراتوزيس دي. يبقى الهيستوباثولوجي بتقول لك فيك اكانسوليتك ديسكراتوز، تقول كده الجمله دي تخليه يحترمك جدا، معناه ان انت عارف ان في حاجه اسمها ايه اكانسوليتك ديسكراتوزيس وفي اكانثوليسيس عادي وفي نيوبلاستيك اكانثوليسيس، فدي من ضمن الحاجات اللي فيها ايه اكانثوليتك ديسكراتوزيس، ما فيهاش اكانثوليسيس جامد، الديسكراتوز اكتر. العكس في الهيلي هيلي، الهيلي هيلي الاكانثوزيس الاصول الاكانثوليسيس بيديك شكل ايه؟ ايه الشكل المميز؟ دايبليكيتد بريك وول ابيرنس. برافو عليك. الدارير علاجه تلاتات في اتنين، تلات تلاتات في اتنين. ايه يعني تلات تلاتات؟ يعني البروفلاكسز والسيلف هايجين دي تلات حاجات. افويد هوت هيوميد انفايرمنت، يقعد في التكييف، وما لو هي ست ما تاخدش اورا كونتراسبتيف بيلز ابدا، بتعمل اكزازربيشن للحاله. ديلي يوز اوف انتي ميكروبيك كريست كلينسر وكراتوليتيك ايمولينت. التلاته الثانيه التوبيكال بقى، مش بروفلاكسز، توبيكال. توبيكال كورتيكوستيرويد، توبيكال ريتينويدز، وتوبيكال 5 5 5. نعم، ويكون ممنوع من الالترا فايلوت، بيأثر عليه. برافو عليك. هيلي دي في البروفلاكسس بقى، يبقى نضيفها هنا في هود هيوميد انفايرمنت انكلودنج الالترا فايلوت انتي مايكروبيال كلينسر وكراتوليت، دي البروفلاكسس ثلاثه بتوع البروفلاكسس، انما التوبيكال ستيرويد وريتينويد وممكن 5 فلوريراسيل لو هو جاله ايه ليفر انزيم افكتد او مش مستحمل الستيرويد فتدي له 5 فلوريراسيل. السيرجيكال ممكن تعملها سبليت سيكنس جرافتنج، ده لو حته صغيره، وسيرجيكال اكزيشن، ديرما ابريجن، وليزر ابليجن. كل ده على فكره الحتت الصغيره، انما لو الجسم كله تعمل كله ليزر ازاي، ولا كله سيرجيكال، انت تشيل له الجلد كله ولا ايه؟ تمام. السيستميك اسيتريتين وسايكلوسبور. ممكن بيقول لك كمان ممكن تستخدم الايزوتروتونين، بس لازم يقول لك طب لو هو في الانترتريجنس اريا افويد ات، لان بيعمل ماسيريشن في الحتت الانترتريجنس. تمام، مين دي؟ وفيها خط كده، فيها خط واحد اهو، خط باين اهو، ديماركيشن، جود ديماركيشن. برافو. انهي نوع؟ الفورنر او الاناسوست، مش دي مش مال دميليدا، لان مش واخده الدورسم اوف ذا هاند، دي عندها خط، مفيش ترانس جريدينس، نو ترانس جريدينس، يبقى دي المال دميليدا اللي ما فيهاش ترانس جريدينس. سوري، الفورنر او الاناسوست اللي ما فيهمش ترانس جريدينس. امال دي برضه فورنر وانا سوست، خط اهو، انا بلخبطك ماشي، انما دي مثلا بص دي وجايبه كمان على الدورسم اوف ذا هاند ودورسم اوف ذا فوت، فدي اسمها ايه؟ مالدي ميليدا. المالدي ميليدا والفورنر وانا سوست كلهم كراتوليتيك ابيدرميتيك هايبر كراتوزيس، او بيسميها ايه الجرانولار ديجنريشن فيهم، مش احنا قلنا كده؟ من ضمن الحاجات اللي فيهم ابيدرميتيك هايبر هايبركراتوزيس او بيسموها جرانولار ديجنريشن. ماشي، في ترانس جريدينس يعني بروجريس تو ذا دورسوم اوف ذا بالم اند سول. بص كده معايا، دي من دي اللي بيبقى فيها السنان بتقع،
وعنده بالمو بلانتر. يعني بص كده مش الصوره مش واضحه ان عنده بالمو بلانتر كراتو ديرم واسنانها واقع واضح. تبقى ايه؟ مالجو مليد. لا يا اختي المالجو مليد اسنانها بتقع. ها بابيون لفيفر. برافو بابيون لفيفر. البابيون لفيفر رابيد جنراليزد بيري دونتال ديستراكشن اوف ذا الفلر بون ومعاه بالمو بلانتر هايبر كراتوزيس وفي الفليكشرز. بصي بابيون لفيفر اوعى تنسيه سنانها بتقع وتلخلخ جامد وعندها بالمو بلانتر كراتوزيس. مين دي بقى؟ دي بتيجي كتير قوي بقول لكم في البورد. باكي يونيكا كونجنتا. كم نوع؟ تو. برافو. مين اسمهم ايه؟ جاتسون. جاتسون وجاكسون. المانيفستيشن بتاعت جاتسون الابريفيشن بتاعتها كان اسمها ايه؟ بوف. بوف اللي هي بالمو بلانتر كراتو ديرما اورال. قولوا اورال ليكو كراتوزيس وبلانتر سيست فوت او فوت بلستر قصدي. ايوه وايه وفوليكولار هايبر كراتوزيس. امال جاكسون ما عندوش بالمو بلانتر كراتو ديرما انما عنده ايه؟ كوتينيا سيست وتوس وهير. شوفي باكي نيكي كونجيت سب انجل هايبر كراتوزيس. ايوه دي كانت المحاضره الاولانيه. انهي محاضره اولانيه؟ الثانيه قصدي الثانيه اللي احنا حضرناها مع حضرتك الاول. سب انجل هايبر كراتوزيس تجمعتها يا دكتور. نعم صورة التجميع بتاعت اللي هو سكة ولا ستة مش عارفين. هجيبها لك. هجيبها لك حالة. هجيبها لك حالة. الجاتسون ستة ايه وستاشر. الجاكسون ستة بي وسبعتاشر. خلاص دي بتاعت البوف اللي هي فوكال بالمو بلانتر كراتوديرم. بالمو بلانتر دي البي. اورال ليكو كراتوزيس. فوكال هايبر فوليكولار هايبر كراتوزيس. فود بليستر. انما الستة بتاعت الجاكسون سيست كوتينيا سيست. اي نوع من انواع السيست بقى؟ استياتو ستوما مالتيبلكس ابيدرمويد سيست. اي نوع؟ نيونيتال تيس يعني يتولد وعنده سنان وهير ابنورماليتيز. ماشي. مين الاطفال اللي بيتولدوا عندهم سنان ايه وايه؟ ايوه ها هو ده واحد منه. ايوه باك هنيك كونجنتا وكونجنتال سيفيلس فاكرينها؟ هاتشينسون. ولد عنده سنان. لا ده هاتشينسون ترايد ده حاجه ثانيه اللي هي لا ارى لا اسمع لا اتكلم. بيبقى عنده كيراتايتس وبيبقى عنده ديفنس وبيبقى عنده اللي هي هاتشينسون تيز. دي اسمها الهاتشينسون ترايد مالناش دعوه بيه. انا بقول لك يتولد عنده نيونيتال تيز زيه زي الباك يونيك يكون جينيتا كده. طيب يبقى هو ده تايب 1 بالمو بلانتر الباك يونيك يكون جينيتا. ليه؟ لانه عنده بالمو بلانتر كراتو ديرما. انما تايب 2 بيبقى فيه سبيرنج للايه للايه لل مفيش لا بالمو بلانتر كراتوديرما ما عندوش. انما عنده نيونيتال تيز. شوف طفل لسه مولود عنده نيونيتال تيز. عنده سب انجل هايبر كراتوزيس. عنده كوتينيا سيست. عنده هير ابنورماليتي وضوافره زي الزفت يا عيني تخينه وعندها سب انجل هايبر. مين ده؟ حتى الكاركترستيك فيتشرز بتاعته لازم تبقوا عارفينها. سيفيلس ده لا يعني ديفرنشال دايجنوستس. بس هو بيقول لك ان هو ما بيعرقش خالص وشعره خفيف. اكتوديرمال ديسبليزيا. ايوه اكتوديرمال ديسبليزيا. كلمه ايه؟ فتحسنه. هايبوهيدروتيك فتحسنه. فه يعني ايه؟ الفه يعني ايه؟ الفاشل فيتشرز واضحه جدا. التيس ابنورماليتي. الحا هير هايبوترايكوز شعره خفيف. السين سويت سويت هايبو او هان هيدروزيس. النون نيل ديستروفي. لا نيل ما عندوش نيل ديستروفي. ده الحاجه الوحيده اللي فلتت يعني منه. انما عنده كل حاجه. عنده فتحسن كلها اللي هي ايه ما عدا النون طبعا. عنده فاشيال فيتشرز اللي هي ايه؟ الفرونتال بوسنج والبرومينانت شين والديبريز نيزل بريدج زي السيفلس كده. انت اتلخبطت فيها عشان ديبريز نيزل بريدج. تمام. التيه يعني التيث. تيث ابنورماليتي. خلاص. الحا اللي هي هير هايبوترايكوزيس. السين يعني سويت ما عندوش سويت انما النيل كويس.
انما لو كان هيدروتيك بقى هيبقى حاجتين بس اللي بايظين فيه، شعره وضوافره. خلاص شعره وضوافره وعنده بالمو بلانتر كراتودير، ماشي. يبقى عنده الفاشيال فيتشر والهير هو اللي بايظ، الوبيشيا، وعنده النيل نيل ديستروفي، يعني هن هو ده بتاع الهيدروتيك، هن يعني هير ونيل بالاضافه الى بالمو بلانتر كراتودير. انما في طفل بقى بيبقى عنده التيس بس هي اللي واخده شكل الايه الابيديرما ابيديرمو ديسبليزيا دي، اسمه ويت كوب تيس، السنان بس، انما ما عندوش اي مشاكل خالص. بيقول لك انها بتتحسن لما يكبر، دي التن يعني عنده تيس ابنورماليتي وضوافره عنده كوليونيكيا، يعني مقعره كده. فتقول لك سنانه وضوافره زي الزفت، دكتور اعمل ايه؟ يقول لها هتتحسن لما يكبر، ما تقلقيش، ماشي. تفضل تدي لابنها، دي اسمها الويت كوب تيس اند نيل سندروم. خدتوها دي او قريتوها؟ هي بس ايزوليتد تيس ونيل بس، ماشي، ما فيهاش شعر، الشعر ما فيهوش مشاكل الا ممكن يكون خفيف، حاجه بسيطه، ما فيش فاشيال فيتشرز، سويت زي الفل وكل حاجه. مين دي؟ دي انيولار الاسكوليتيك. ايوه قولي بقى الديفرنشال دايجنوزس، دي جات لهم في الدكتوراه، لوبس بلغاريس والانيول اكتينيك جرانيولوما. أيوة. دي ايوه ميل بيشنت 33 بوروكراتوزس، جاينت بوروكراتوزس، هايله 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 والله. يبقى بوروكراتوزس عندها ايه؟ عندها فرو في الايدج بتاعتها كده، تمام. خلاص اهي دي الميبلي، تشوف الفرو خطين جنب بعض، صح ولا لا؟ البيوبسي بتاخدي من الايدج، هتلاقي فيه عندها ايه الهيستوباثولوجيكال فيتشر بتاعتها، ايه الكلمه المعينه اللي بنقولها في كرونويد لاميلر. كرونويد لاميليشن، دي كلمه لازم تحفظ السبيلنج بتاعها والنطق بتاعها وكل حاجه، يعني بيحبوها جدا. يبقى دي اسمها كرونويد لاميليشن، بيبقى كولم اوف اف ايه اوف باراكراتوزس، وتحتها في لوس اوف جرانيولار سيلير. شوفي اختفت خالص جرانيولار سيلير، وفي مكانها دي انفلاماتوري سيلز، ما تتلخبطوش، ماشي. دي كرونويد لاميليشن. الانواع انا بحفظها بكلمه بتهد جبال، بتهد جبال. الب بلاك تايب الميبلي، الت اللي هي تايكوتروبيكا، تايكوتروبيكا اللي هي الفروكاس بوروكراتوس، تبقى في الباتوكس، تمام. اله هايبر كيراتوتيك تايب، الدال ديسيمينيتد سوبرفيشال اكتينيك. خلاص هي الموست كومن تايب، هي ديسيمينيتد سوبرفيشال اكتينيك. خلاص الجيم اللي هي جاينت بوروكراتوزس، البه بوروكراتوز بالمارز البرانتاز اللي هي بانكتيت فورم، الالف اكتينيك تايب، واللام لينير تايب. هي موست كومن تايب في الاطفال هي اللينير تايب، وهي الموست كومن تايب اللي بيحصل له مالجنس. انا كنت بعت لكم الحكايه دي على الجروب، حد شاف الاعلان اللي انا حطاه على الجروب؟ ايوه ان الموست كومن تايب اللي بيحصل له مالجنس، ده سؤال بيتسال في الشفوي عندكم في البول، هو اللينير والجاينت الاثنين هو الموست كومن تايب اوف مالجنسي، يحصل لهم مالجنسي يعني او سكوما سيركر. هو الشريط ده فاضل له قد ايه من الوقت عشان بس ممكن ناخد ريست شويه؟ حاضر هناخد ريست على الساعه 10 لا خلاص على الساعه 9 ونص، ماشي حبيبتي، على ما ده يخلص. على ما يخلص التسجيل ده. خلاص بصي جميع، مين اقل واحد ممكن يحصل له سكوما سيركر سينوما؟ البانكتيت فورم هو اقل واحد يحصل له سكوماس، كله معرض لسكوماس كارسينوم، بس اكتر حاجه هو اللينير والجاينت فورم. مين اكتر حاجه في الاطفال؟ هو اللينير فورم. يبقى ده اللينير فورم هو ده المعرض للسكوماس كارسينوما، وهو اكتر حاجه في الاطفال. فالبريفلنس في الاطفال، كومبليكيشنز سكوماس كارسينوم، التريتمنت بسيرجيكال او كرايو او ليزر، ماشي، ما يتشالش بادويه. خلاص تمام، يبقى دي لينير بوروكراتوزس مستقيما في الاطفال، ويحصل له الكومبليكيشن بتاعته مالتيبل سكوما سيل كارسينوم. اللينير والجاينت هم الموست كومن تايبس اللي بيعملوا سكوما سيل كارسينوما، انما اقل واحد هو البانكتيت فور. تمام، الكرايو فين؟ الكرايو ثيرابي، الديرما بريجن، الكتروسكيشن، مفيش حاجه ادويه تشيل البوروكراتوز ابدا. طب ايه الفاكوماتوزس؟ سؤال شفوي، يعني ايه فاكوماتوزس؟
يعني يكون معاهم سكينة في الفكشن في الاي. يعني سكين ومع اي وسينس. قولوا لي الحاجات اللي فيها فاكوماتوزس. سؤال شخصي. ستار جويبر. ستار جويبر. ايوه. اتاكسيا تيرينجكتازيا. برافو. انكونتينتيا بيجمنتاي. لا. تيوبرس سكليروزس. هايلة. يورو فايبروماتوز. هايلة. عارفة عايزين تحفظوها؟ احفظوها بكلمة انسب نت. ايه اللي هو اتاكسا تنجكتيزيا. النون النيفاس سيبيشيس سندروم. البه ان السين بقى ستير جوبر سندروم. البه اللي هي البيزل سيل نيفاس سندروم. الانسب نت اللي هي نيورو فايبروماتوزس. والته تيوبروسكليروز. خلاص يبقى انسب نت. خلاص يبقى اتاكسيا تيرينجكتيزيا نيفاس سبيشال سندروم ستير جوبر سندروم بيزل سيل نيفاس سندروم نيورو فايبروماتوزس تيوبروسكليروز. حلوه دي هتنسوها كلمه انسب نت. انسب نت اوعوا تنسوه. مين دي؟ البلكسي فورم نيورو فايبروماتوز. دي الديفرنشال دياجنوز تحتها ايه؟ لو كانت مثلا في الاكزيلا. لو كانت في جرانومات السلاك. برافو جرانيلوماتا سلاك سكن ديزيز. هايل 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 والله. فهي زي جرانيلوماتا سكن سلاك سكن ديزيز بتاع الام اف فاريانت. هو مين الام اف فاريانت؟ الباجيتويد ريتيكيلوزيس والفلوكليوتروبيك. والفلوكليوتروبيك وهي الجرانيلوماتا سلاك سكن ديزيز. برافو. انما دي اسمها ايه؟ بليكسي فورم نيوروفايبروماتوزيس. دي نوع من انواع نيوروفايبروماتوزيس. دي لو واحد ليجن بس فيهم يشخص نيوروفايبروماتوزيس تايب 1 ماشي. يبقى بليكسي فورم نيورو فايبروم. مين دي؟ وايه الدياجنوستيك كرايتيريا؟ دياجنوستيك نيورو فايبروم. ايوه برافو عليكم. طب ايه الدياجنوستيك كرايتيريا لازم تبقى حافظها؟ سبعة. ايوه كام كافي اولي باتشز؟ كام نيورو فايبروما؟ كام بليكسي فورم فايبروما؟ هل فيها ليش نوديول ولا لا؟ هل فيها كروساين ولا لا؟ قولوا كملوا. خلاص هنقراها عشان ما نضيعش الوقت. ستة او اكتر كافيولي باتش. بس شرط انها تبقى اكتر من نص سنتي في الاطفال وواحد ونص سنتي في الكبار. اتنين نيوروفايبروماتوزس. واحدة بس بلكسي فورم نيوروفايبروم. فريكلينج الاكزيلا اللي بنسميها الكروساين. ليش نوديول واوبتيك جلايوما. اتنين في العين هم. اوسيوس ليجن اللي هي اسمها سفينويد ديسبليزيا وفيرست ديجري ريلاتيف دي ويز نيوروفايبروماتوز تايب 1 باي ذا اباف كرايتيريا. يعني ايه؟ لو في واحد من الفيرست ديجري ريلاتيف اب او ام او اخت عنده اي حاجه من السته دول يبقى هي تشخصي نيوروفايبروماتوز تايب 2. محتاجه كم كرايتيريا عشان تشخصي؟ 2 او اكتر. 2 او اكتر عشان تشخصي ماشي. يعني لو اتنين بس تشخص. يعني عنده كافيه، عنده نيوروفايبروماتوزس، عنده فريكلينج الاكزيلا، اوبتيك جلايوما، ليش نوديول، كروساين، سفينويد ديسبليزيا. السفينويد ديسبليزيا ما بتتشافش الا بالسي تي. اوعى تفتكر هتشخصها لوحدك. تتشخص بايه؟ بالسي تي. لا دي مالهاش دعوه بيها. حاجه في السكال ماشي. انما مين دي؟ اكوستيك نيوروما. تبان برضو بالسي تي. يعني نيوروفايبروماتوز تايب 2 ما تتشخصش بواحد بتاع جلديه. ده تتشخص بالسي تي. واحد بتاع انف واذن هو اللي شخصها او نيورولوجي. الاكوستيك نيوروما بصي تتشاف ازاي بالسي تي. دي بايلاترال اكوستيك نيوروما. هي طالعه في الناحيتين. يبقى نيوروفايبروماتوز دياجنوستيك كرايتيريا ان يبقى عنده فاميلي هيستوري ويونيلاترال اسمها ايه اكوستيك نيوروما او هي فيستيبولار شوانوما. اسمها فيستيبولار شوانوما او بيسموها اكوستيك نيوروما. وبعدين بيبقى معاها كمان حاجات تانية من انجيوما جلايوما شوانوما جيفنال بوستيريو سب كابسولار انتيكولار اوباستي. هو سب كابسولار الانتيكولار اوباستي. تحصل بايه تاني؟ البوستيرو والانتيرو. مين دي ومين دي؟ ها ده سؤال. يعني اصل سؤال شفناه في الاتوبيك وشفناه في الكورتيزون. مين دي ومين دي؟ ها
هو يعني ايه سب كبسولة؟ يعني اللي يحصل كاتاراك في لها انتيرور كبسول وفيها بوستيرور كبسول. مين اللي يحصل لها انتيرور كبسول؟ مين اللي يحصل لها بوستيرور كبسول؟ يعني انتيرور فيايتس يعني؟ لا يا فلحة، اللينس نفسها، اللينس انتيرور فيايتس دي يعني ايريس وكرايت بادز. ازاي داخلة جلدة وانت مش دارسة رمض؟ دكتور انا بس في سؤال ملخبطني، مش النيورو فايبروما دي بيبقى فيها البوتون هول ولا؟ يا بنتي البوتون هول دي تايب 1، انا بتكلم دلوقتي عن النيورو فايبروماتوس تايب 2. طب سوري معلش، دي البوتون هول اهي، دي البوتون هول اهي، تدخلي صباعك هتدخل زي الادنيتو ديرما. هي تايب 2 دي علينا اصلا يا دكتور؟ لا عليها مكتوبه في عاصم، مكتوبه في عاصم، بس فريدي جابها لي. ملهاش دعوه انا ما اعرفش يعني، معقول ما تتسالوش فيها في الجلديه؟ معقول انتوا بالبورد بتسالوا اكتر من الماستر يعني؟ نجح معاك تمام. فالبوتون هول ساين موجوده في حاجتين في الجلديه، النيوروفايبروماتوزيس. أيوة. والانيتو ديرما. فاكره الانيتو ديرما يا ولا اي واي ام ولا سمعتها بس ولا المسلسل نساها لك؟ والله هموت يا زغوره والله العظيم هقوم لك. تمام يا زن ورزان هموت يا دكتورة. خليهم ينفعوك في الامتحان بقى، لما يجي لك الامتحان قولي لي دي مين دي مين دي؟ طب قولي لي دي اسمها ايه واسيبك تروح لرزان. دي سهلة دي. والله قولي، خلي وقام اللي تقول هي دي اللي مش مذاكرة. لا انا مش عارفة. طب يبقى فعلا انت محرومة من المسلسل لمدة اسبوع لانه كله عارفها، كله عارفها على فكره. مش عارفه اسالك اي حد اللي بيتكلم، ما تتكلميش الا لما انا اقول انا عايزه مين. وسام. ايوه قولي يا وسام. تيوبرس. تيوبرس سكيروز. مين دي يا فلحه؟ انا بسال على دي باينه. انما دي مين دي؟ الاسم الساين. أيوة. اللي جنب الاشليف. مش قولي. طب اول حرف هجيبها. دي اشليف. دي اشليف. لا لا مش اشليف، لا ده انا مش مذاكره وعارفه انها مش شجرن. اشليف شجرن باتش الدكتور قالها ربنا يكرمه هو حاسس انتوا تضيعوا له وقته الحقيقه، فراح قايلها على طول. دياجنوزس تيوبروسكلروزس. ليه؟ لان في انجيوفايبروما وفي شجرن باتشز. خلاص النيم ده، النيم اوف ذا ليجن ده واحد وده اثنين. اذر ليجن فاوند، حد يقول لي اللي قالتها الاول؟ ما احنا قلنا انجيوفايبروما، احنا قلناها اهي، وقلنا شجرن باتشز. عايزين حاجات جديده. اشليف. اشليف ماشيول. ايوه يا دكتور اللي جنبها دي مش اشليف. أيوة يا بنتي دي طالعه بره، طالعه ده بابيول، حاجه نوديول كده عامله زي الكونكتيف تيشو نيفس. اللي جنبها ده هايبو بيجمنتد ماكيول، حته صغيره يعني. بس اللي طيب. شايف يعني بقى شيء سيفتي كل المصيبه دي وبص طالع الحته دي ما شاء الله عليك، جود اوبزرفر، برافو عليك. ايوه عليها جامده عشان هي مش حافظه اللي اشليف ماكيول. طيب قولي لي حاجه ثانيه في العين، قولي لي حاجه ثانيه في العين. دكتوره بيري انجوال فيبروماس. برافو. اللي هو اسمها ايه؟ الكونين. كونين. كونين تيومر. برافو. كونين تيومر. طب اللي في العين؟ لا ايريس. ليش؟ ولا اوبتيك نيرف، حاجه في النص يعني. اوبتيك لا اوبتيك جلايوما في النيورو في النص، بقول لك يبقى ريتنا الهامرتوما. تمام. والهارت. ايوه هارت كاردياك رابدو مايوما. ماشي. يبقى بص معايا الحاجات الكوتينيوس، اشليف ماكيول وكينوين تيومر. في حاجه ثانيه؟ يبقى احنا عرفنا الاربعه مانيفيستيشن، انجيوفايبروما، شاجرين باتش، خلاص ايه شاجرين باتش، وعرفنا الكينوين تيومر والاشليف ماكيول. في حاجات بقى سيستميك الاربعه دول كوتينيوس، في حاجات سيستميك، ريتينال هامرتوما، كورتيكال تيوبر، مش مهم سبب بندايلان نجول. المهم ايه الكورتيكال تيوبر دي اللي بتعمل لها ايه؟ ابيليبسي. خلاص. في حاجه مهمه اسمها كاردياك رابدوميوما، عشان كنت شفت عيانه في الدمرداش كانت مامتها ماتت بهارت فيلير بسبب الكاردياك رابدوميوما اللي كانت عندها، وهي نفسها البنت عندها انجيوفايبروماتوزيس، عندها في رينال انجيو مايولايبوما، ومامتها عندها كاردياك رابدوميوما. ماشي. والليمفانجيو لايو مايوماتوزيس. بس اهم حاجه الاربعه الكوتينيوس. الكوتينيوس مهمه. نعم. بتعمل رينال
بتعمل رينال انجيو مايولايبوما في الاخر تؤدي الى رينال فيليير ماشي. الكاردياك رابدو مايوما تؤدي الى الهارت فيليير. بص كده دي ريتينال هامارتوما لا ولا اوبتيك جلايوما ورا ولا ايرس قدام زي النيوروفايبروماتوزس دي حاجه في النص اسمها ريتينال هامارتوما لان في اورجانز ثانيه هتتاثر. ايه الاورجانز الثانيه؟ رينال لايومايوما والكاردياك رابدو مايوما. يبقى الديفينيت دايجنوزيس يا اما 2 ميجر واحده ماينور 2 زائد 1 او 1 و2 يعني 1 ميجر و2 ماينور يعني بروبابل دايجنوزيس 1 زائد 1. البوسيبل دايجنوزيس 1 ميجر او 2 او اكتر ماينور. يعني عايزه تعرفيها دي مش عارفه هيسالوها ازاي في الشفوي انا ما عنديش علم بصراحه. ما ايه الديفرنشال دايجنوزيس بتاعت الانجيوفايبروما؟ ترايكو ابيثيليوما ميبي. فاضل 10 دقايق يا جماعه وهناخد راحه. هناخد راحه قد ايه؟ ربع ساعه مثلا او ثلث ساعه. عرفنا الديفينيت دايجنوزيس والبروبابل والايه والبوسيبل دايجنوزيس. الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الانجيوفايبروما ترايكوبيثيليوما دي كانت الهيستوباثولوجي ايه؟ سمول بيزلويد ماسس في الديرمز وكونكتد تو ذا ابيديرم شكلها زي البيزل سيل كارسينوما بس ما فيهاش بيريتيوبرال كريفت. الاكني تعرفيها ازاي؟ بيبقى معاها كوميدونز. الاكروكوردون بتبقى كور اوف فايبرس تيشو حواليها فاسكولار ستروما. طيب انترا ديرمال ميلانوسيتيك نيفاي بيبقى شبه التيوبروسكلروزس كده بس الهيستوباثولوجي بتاعتها ايه؟ بيبقى فيها ميلانوسيتيك نيفاي موجوده بيورلي في الديرمز. البيزل سيل كارسينوما شكلها ايه؟ بيزلويد. ايوه بيزلويد ماسز وحواليها بيري تيوبرال كريفت. ادي نكسل تيومرز كلها بقى ممكن تتلخبط اللي هي الحاجات الثانيه اللي هي مثلا قولي فيلا سير سيست واللي هي ايه كمان السيستات اللي خدناها ممكن قولي تريكوليما. نعم اكروكوردون اللي هي سكن تاجز. سكن تاجز بصي الديفرنشال دايجنوزيس بيري انجل فايبروما ايه قبل ما يقطع فاضل لي دقيقتين. وورت ممكن ممكن برافو. وايه تاني اهي اللي هي بيري انجل فايبروما دارير ديزيز سب سوبر اللي هي سوبر نيوميري ديجيت يعني صباع زياده انفانتايل ديجيتال فايبروما هيمانجيوما فورين بودي رياكشن. وايه تاني قلتي ايه؟ والاكسستوزس دي يا دكتور بتبقى تحت الصباع تحت الضافر. برافو عليكم الاكسستوزس ممكن تطلع هنا واي نوت خلاص تمام. هنا بيقول لك وات از اكوايرد انجيوفايبروما دي مهمه جدا. اكوايرد انجيوفايبروما ثلاث حاجات No, fibrous. Fairly benign papule of the venous. Vestibular angiomatosis of the vestibule بتاعت الفيميل. والتولاتري فيبروما of the nose. ماشي؟ يا دكتور حضرتك معلش قلتي الفرق بين الفيستيبولار انجيوماتوزس والورتس بحط ايه؟ اسيتيك اسيد 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 تيست اللي هي اسيتيك اسيد 6% يبيض مع الورت انما ما يعملش اي حاجه مع الفيستيبولار بابيلوماتوزس. اسيتيك اسيد 6% اسيتيك اسيد 6% فايبرس بابيول اوف ذا نوز اهي. وده البيرلي بينال بابيول بتاعت البينس دي ري اشورنس وقول له ما مش محتاجه اي حاجه. قال لك ليزر قول له خلاص ادفع انا ماليش دعوه بس انا قلت لك ان ملهاش اي ضرر ماشي. بس ما تضحكش على العيان وتروح تعمل له ليزر عشان يدفع فلوسه خلاص. طمنه ان مش ووردز خلاص لو هو على قد حاله يقول لك ماشي انما لو متدلع هيقول لك لا شيلها لي ماشي. دي شكل الايه البيرلي بينال بابيول. دي شكل الفيستيبولار بابيلوماتوزس شوف شكلها عامل ازاي. تيجي تحطي عليها الاسيت وايت مش هتطلع حاجه. تريتمنت فاشل انجيوفايبروما بتدي لها رابامايسين اللي هو الام تور باثواي انهبيتور يا اما كده او لو ما معهاش ثمنه لان ثمنه غالي يبقى تشيليها بقى سيرجيكال او ميكانيكال ديرمابريجن او الكتروكوتري او الليزر ابليتيف ليزر خلاص.